في البداية أعرفكم عن نفسنا، مين إحنا، لأنه في كتير إجت أسئلة إنه هل أنتوا جامعة، هل أنتوا بتروجوا لجامعة معينة. لا، نحن جزء من مراكز الاستشارات التعليمية للدراسة في الولايات المتحدة. إحنا مجموعة مراكز. Yes, Asil, you can show them our counseling sessions. Okay. إحنا جزء من مراكز الاستشارات العالمية التعليمية للدراسة في أمريكا. إحنا تابعين لوزارة الخارجية الأمريكية في مكتب التعليم للعلاقات العامة، وإحنا جزء من 430 مركز للاستشارات التعليمية في أكثر من 178 دولة. So, إذا أنت كنت في قطر أو طلعت برا قطر بتلاقي مركز Education USA حتى يساعدك إذا كنت بدك تكمل دراستك في الولايات المتحدة الأمريكية. أوكي؟ نعرفكم على فريقنا. إحنا فريق الاستشارات التعليمية في قطر، بنبلش بست ميليسا ديشام اللي هي المنسق الأكاديمي الإقليمي، هي موجودة في قطر لكن هي مسؤولة عن كذا دولة. ست بولا مسعد هي برضو معانا بالتيم، وأنا وأسيل زميلتي، وهدول إيميلاتنا. إذا حدا فيكم حابب يتواصل معنا بشكل مباشر، في بده أي شيء مباشر، قدامكم إيميلاتنا ووسائل الاتصال معنا حتى إحنا نقدر نساعدكم. بدي أعرض لكم كمان الفقرة اللي وراها اللي هي خدماتنا. خدماتنا، إحنا فريق الاستشارات التعليمية، إحنا شو بنعمل بالضبط؟ إحنا بنقدم معلومات دقيقة شاملة حديثة ونزيهة عن التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا إحنا لا بنروج للجامعة ولا بنحكي لك إنه روح على المكان الفلاني أو ما تروح على المكان الفلاني، إحنا بنوفر لك معلومات عن الجامعات الأمريكية للطلاب الدوليين اللي حابين يكملوا دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية. عنا بنقدم نصائح لكل حدا بده يشارك، مثلاً بده حابب إنه يكمل دراسته بالجامعة الأمريكية، عن طلبات الانتساب للجامعات، شو ممكن إنهم يطلبوا منك، ممكن إنه نساعدك في هذه العملية، في هذه البروسيس. ما إلنا أي تأثير على أي جامعة، لكن إحنا بنساعدك في البروسيس اللي أنت بتقدم فيها للجامعة. إحنا عندنا كتير جلسات تفاعلية مباشرة، يعني إذا أنتوا عم تسألوا عن أسئلة بشكل خاص أو يعني أسئلة خاصة بمجالات معينة، في عندنا جلسات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي. هدول مواقعنا Education USA قطر One Word. أوكي، بتدخليها على الفيسبوك، على الإنستغرام أو على تويتر، ورح تلاقي كتير من الجلسات اللي إحنا قمنا فيها، سواء كانت عن الجراجويت، أندر جراجويت، عن الستم، عن الجورناليزم، كيف نكتب البرسونال ستيتمنت، كيف نكتب مثلاً نقدم الطلب، الريكويرمنتس تبعت الفيزا، كل هذه الأمور اللي تتعلق بتقديمك للجامعة إحنا كلياتها عملنا عليها. يعني في منها كتير جلسات بتلاقيها على مواقعنا، المواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً على صفحتنا على الفيسبوك. فإذا أنتوا بتتابعونا رح تلاقوا كل هذه الجلسات موجودة. نبدأ مباشرة بموضوعنا، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنت بتقدر تكتب بالإنبوكس عندك، ليه ممكن أني أنا أفكر أني أنا أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أوكي؟ ليه أنا ممكن أنا أفكر؟ في عدة أسباب بتخليني أني أنا أفكر بالولايات المتحدة الأمريكية كوجهة أني أنا أدرس فيها. أولاً، فيها أكثر من 4000 جامعة، مؤسسة أو حتى كليات مجتمع. الفرايتي أو التنوع اللي موجود في الجامعات اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها بلد واسع، فهي بتعطيك يعني تعطيك فرايت، بتعطيك خيارات عديدة إنك أنت تدخل وإنك أنت تدرس الإشي اللي بدك إياه. هذا واحد. اثنين، ممكن إنك أنت متنوع الدراسات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن إني أنا أدرس 4 سنين، ممكن إني أنا أفكر إني أنا أدرس كلية مجتمع سنتين وبعديها أكمل كمان سنتين اللي هم نظام 2+2. أوكي، حتى يكون أنا أخف على علي تكاليف.
في الولايات المتحدة الأمريكية فيها مراكز أبحاث معتمدة من جميع أنحاء العالم وشهادتها معترف فيها من جميع أنحاء العالم لتساعد دولة الولايات المتحدة الأمريكية. في عندك بيئات مختلفة، تنوع تكاليف الدراسة، ممكن تلاقي هون تكاليف الدراسة أرخص من مكان تاني، ممكن أنك تلاقيها جو في هذا المكان مثلا مدينة صغيرة أفضل من أنك أفضل من أنك أنت تشوف مكان تاني، أو أنك مثلاً في مدينة أو في بلدة صغيرة. في عندك توافر فرص الدعم المالي للطلاب الـ international students أو الطلاب الدوليين. في عندك فرص للزمالة، فرص للتواصل الاجتماعي، فرص للتواصل الثقافي، أسباب عديدة. يعني هذه لماذا الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه لحالها بدها تأخذ سيشن على قدي إحنا قدي الولايات المتحدة الأمريكية متنوعة وفيها مؤسسات مختلفة ممكن أنها تلبي طموح مختلف العالم. هلأ نشوف على اللي وراها، اللي هم شو هم الخمس خطوات أوكي اللي إحنا مطلوبة منا حتى إنه ندرس، أو اللي خمس خطوات للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية. عفوا هنري، اسفه على المقاطعه، بس اذا تسمحي لي نقاط اخرى حول الدراسه في امريكا مثل ما ذكر زميلتي هنادي. نعم ممكن هناك جلسه كامله عن هذا، لكن بشكل سريع ايضا الطالب العربي اذا يروح لامريكا راح تكون له فرصه يطور لغته اكثر، يتكلم مع متحدثي اللغه الاساس، هذه له فرصه دائما يتكلم انجليزي يطور لغته. ايضا الجامعات الامريكيه توفر فرصه تدريب عملي نسميه OPT Optional Practical Training، يعني كل طالب في نهاية دراسته ممكن أن يكون عنده دورة تدريبية، فترة تدريبية مع شركات مؤسسات. النقطة الأخرى هي أنه راح تبنون علاقات مع ناس من كل دول العالم، يعني كثير من الطلاب الدوليين حيكونون موجودين معكم، بالإضافة إلى أنه تبنون علاقات مع طلاب قطريين، عفوا قطريين آخرين، وطلاب أمريكان أيضا وأساتذة أمريكان، يعني ممكن بعدين أيضا هذا يفيدكم بالمستقبل إن شاء الله. فهذه أيضا أحد الإيجابيات ولماذا الدراسة الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك للإضافة، شكرا. هلأ ننتقل للخطوات الخمسة للدراسة في الولايات المتحدة. عندنا خمس خطوات حتى إنه الواحد يعمل جدول لإله حتى إنه يكون بالأخير يوصل للدراسة أو إنه يتابع دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية. الأول خطوة هي البحث عن الخيارات، أنا بدي أعرف أنا شو بدي أدرس، رح نحكي عنها هلأ شوي. الثاني اللي هو التأكد من توافر التمويل لدراستك. الثالثة هو إكمال الطلب التقديم، لأنه طلب الابليكيشن بذات نفسه هو طلب طويل إلى حد ما، يعني متطلباته في متطلبات كثيرة، فأنت بدك تشوف أنت كيف بدك تكمل تقديم طلبك حسب الديدلاين اللي موجود. التقديم للتأشيرة بعد القبول إن شاء الله تعالى، الكل بيطلع له قبول. والأخير اللي هو الاستعداد للسفر للولايات المتحدة الأمريكية. هلأ إحنا رح نحكي عن الخطوة الأولى أوكي، البحث عن خياراتك. أوكي، في البحث عن خياراتك، إذا أنا شفت ما شاء الله بالشات باكس إنه المعظم هو طلاب، وأنتوا أصلاً الفئة المستهدفة بهذه الجلسة التعريفية بالإضافة للمرشدين الأكاديميين، لأنه أنتوا هلأ اللي بالصف 10 وصف 11، أنتوا هلأ لازم تبدأ تبلش بحثك عن أنت شو حابب تدرس. أول خطوة اللي هو البحث عن الخيارات، أنا شو بدي أدرس، أنا شو اللي بيناسبني، أنا شو الكلية أو التخصص اللي أنا حابب أدرسه، وين حابب أدرسه، في أي جامعة، في أي في جامعة ولا في كلية، هل أنا مثلا بحب أني أنا أدرس في مكان، في مدينة كبيرة، في مدينة صغيرة، بحب أني أنا أدرس مثلا تخصص الفلاني مش التخصص كذا. يعني هون انت لازم تبلش تفكر انا شو بدي اعمل، شو بدي ادرس. اوكي، فهون هاي الخطوة الاولى بدك تتأكد في كتير شغلات بدك تبلش تبحث من هلأ على انت شو بناسبك. ما بنحكي انه انا والله بدي جامعة هارفارد او بدي برينستون او بدي هدول الجامعات الكبيرة، انا يعني انا اعمل طلبي بحيث انهم هم يقبلوني. لا، انا بدي اعرف انا شو بدي
بحيث أنه لما أنا أقدم طلبي تكون هاي الجامعة أو هذه المؤسسة التعليمية اللي أنا راح أروح عليها هي مناسبة لحاجاتي أنا، مش أني أنا أناسب أني أنا try to match الجامعة مع أنا إيش بدي. لا، أنت حاول، لأنه في عندك خيارات متعددة أو أنت عندك خيارات متعددة، لازم تشوفي أنت شو بدك أو أنت شو بدك، ووقتها أنت تحاول تبلش عملية البحث. ما أهم إشي للطلاب القطريين اللي موجودين هون في قطر وحابين إنهم يدرسوا في الولايات المتحدة الأمريكية، في عندكم لينك للجامعات اللي اخترتها وزارة التربية والتعليم، لأنه في قائمة في الجامعات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم في قطر اللي موجودة في الولايات المتحدة. اتأكد إنه الجامعة اللي أنت اخترتها هي موجودة ضمن هذه القائمة. أوكي؟ نيجي للخطوة الثانية. إذا البحث عن الخيارات هذه عندك مسؤوليتك. بعد ما أبحث عن خياراتي وأعرف أنا إيش بدي أدرس، أعرف شو التخصص اللي بدي أدرسه وين بدي أدرس، بدي أشوف الكوست قدي رح تكلفني هذه الدراسة في هاي الجامعة أو هاي المؤسسة. بدك تأخذ في عين الاعتبار إنه الولايات لازم تكون متأكد من تمويل دراستك. بدك تعرف كمان إنه الطلاب الدوليين في كل عام بيحصلوا على مبالغ كبيرة من مساعدات مالية، سواء كانت من المؤسسات التعليمية أو عندك في جهات خاصة ممكن إنك تقدم عليها لسكولرشيبس. لكن هذه كل هذه السكولرشيبس أو هذه المنح الدراسية أنتوا بتعرفوا تماماً إنها هي منافسة عليها جداً عالية وجداً كبيرة، فلازم إنه الواحد يكون يعني الطلب تبعه علاماته كل شيء متوافق مع هذه المنح حتى إنك أنت تحصل على هذه المنح. حتى مع حصولك على المنحة إن شاء الله هذا بيساعد بجزء كبير ممكن من اللي هي تويشنز أو الأقساط الجامعية، لكن بتضل عندك اللي هي رسوم تكلفة المعيشة في عندك. فهون لازم أنت تفكر بجدياً إنه هل أنا صح إذا المنحة تبعتي غطت لي جزء من الرسوم الدراسية، هل أنا معي مصاري إني أنا أقدر يعني أغطي تكلفة المعيشة. في عندك كمان بدك تفكر إنه في عندك مناطق في الولايات المتحدة تكلفتها قليلة، يعني إذا بدك تروح مثلاً تدرس في الضواحي أو المناطق الريفية في الجنوب أو الغرب بوسط أمريكا تكلفتها المعيشية قليلة مقارنة بلما بدك تدرس في نيويورك مثلاً أو تدرس في كاليفورنيا أو أي منطقة تانية. لما كمان بدك تفكر عشان أنا أحسبها cost effective، إني أنا أحكي مثلاً كلية مجتمع أدرس سنتين تكلفتها ما رح تكون كتير عالية علي، بعدين بكمل اللي هي نظام 2 plus 2 أكمل بعد كلية المجتمع هذه أكمل دراستي الجامعية. هنا لازم وفرنا، إذا بحثنا تأكدنا من توفير التمويل تبعنا وعرفنا إنه لازم أبحث أنا كمان على مصادر مساعدة مالية scholarships اللي هدول اللي بتوفرها المؤسسات. الخطوة الثالثة اللي هي إكمال طلب التقديم. طلب التقديم بحد ذاته هو يعني بروسس مش سهلة، يعني مش بقدر أقول لك صعبة، بس إنه هي بروسس طويلة. فإنه لما أنت بدك تبلش عملية تقديم الطلب، أهم إشي إنك تعمل جدول بالمواعيد النهائية حتى تتابع أنت شو تحتاج، إنك شو اللي عملته زي تشيك ليست، شو اللي أنا عملته، شو اللي لازم أكمله. أوكي؟ فعندك الطلب التقديم، في عندك طلب اللي هو الكومن اب او طلب التسجيل الموحد، ممكن انه هذا طلب التسجيل تستخدمه حتى تقدم لاكثر من جامعه. اوكي، يعني ممكن تستخدم تعبي هذا الطلب الكومن اب وتقدم فيه لاكثر من جامعه. في ممكن بعض جامعات تشترط انها تقدم حسب النموذج الطلب التسجيل تبعها، هذا بدك انت تشوف عمليه البحث تبعتك هل بيقبلوا الكومن اب ولا ما بيقبلوا. شهادتك الثانوية العامة ومعدلاتك ودرجاتك وإنك أنت لما تحصل عليها إن شاء الله وتكون ناجح فيها تكون برضو مصدقة ومعتمدة من وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم. في بعض الجامعات إذا أنت تدرس بتخصص أو إذا كانت الهاي سكول تبعتك بنظام أجنبي،
في بعض جامعات لا تشترط أنك أنت تقدم امتحان تقييم لغة إنجليزية IELTS أو TOEFL IBT، لكن بشكل عام ممكن أنها تكون مطلوبة، اللي هي شهادة تقييم اللغة الإنجليزية اللي هي IELTS أو IBT. وفي عندك الدويلينجو برضو صار مقبول حاليا من بعض الجامعات في أمريكا. برضو شهادات الاختبارات التقييم الأكاديمي زي الـ SAT والـ ACT هدول كمان بدك تشوف إذا هم مطلوبة أو لا، لأنه في بعض جامعات زي ما أنا حكيت لكم في ممكن إنها تكون مش مطلوبة هذه الـ SAT والـ ACT، خصوصا بعد كورونا والمراكز الامتحانات يعني ما عادت متوفرة مثل الأول، فبطلوا إنهم يشترطوا في بعض الجامعات. فأنت بدي أشوف الجامعة اللي أنا قدمت عليها هل تشترط شهادة الـ SAT أو شهادة الـ ACT. رسائل التوصية لازم أنا أكون متأكدة إنه رسائل التوصية من مدرسيني، من المشرفين الأكاديميين اللي مشرفين علي أو من مديري لازم تكون موجودة معي. المقال الشخصي، المقال الشخصي في عنا سيشن غطت هذا، عنا أكثر من سيشن غطت هذا الموضوع بشكل كثير كبير وديتيلد. إذا بترجعوا لصفحتنا على الفيسبوك حتى المصادر التمويل في عنا كمان موضوع هذا الموضوع كمان ذكرناه، بتلاقيه بالسيشنز الموجودة عندنا على صفحتنا على الفيسبوك. المقال الشخصي هذا فرصتك إنك أنت تقدم اهتماماتك، أهدافك، نقاط قوتك، تذكر أي معلومة أو تدرج أي معلومة أنت ما حطيتها أصلاً في الطلب. هنا it is your chance to shine، هنا أنت يعني المجال اللي هم رح يعرفوا مين أنت بالضبط. وكمان أنا جتني واحدة من الأسئلة اللي موجودة، هل بس بيعتمدوا على العلامات؟ لا طبعاً، في عندك هنا جامعات وبعض الكليات بيعتمدوا بياخذوا الطالب كيف بدي أقول لكم full package، مين هو بالإضاءة، يعني بتكون الشهادات أو بيكون المعدل جزء من الطلب تبعه، بس ما بيعتمدوا عليك هو هذا هو اللي بنعتمد عليه حتى إنه يسجل عنا في الجامعة. هلأ بدنا نروح على الخطوة الرابعة، تقديم على التأشيرة. هنا أنا قدمت الطلب وصلني القبول من الجامعة. لما يوصل قبولك من الجامعة أو يوصل لك اللي هي letter of acceptance بيوصلك كمان من الجامعة، إذا كانت الجامعة معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية بيكون عندك في نموذج اللي هو I-20، نموذج I-20 بيكون معك مع letter of acceptance وبالإضافة إلى كل الدوكيومنتس اللي هي راح تكون لازمة لك لطلب الحصول على الفيزا. برضو عندنا تقديم الطلب الحصول على الفيزا الطالب، كمان في عندنا سيشن بمواقعنا التواصل الاجتماعي موجودة بديتيلد أكثر، إذا حبيتوا تفوتوا على مواقع التواصل الاجتماعي تبعنا وتشوفوا عملية تقديم التأشيرة الطلاب اللي هي الـ F1. هلأ أنا أخذت الـ Letter of Acceptance، أخذت الـ I-20 تبعي، أخذت الوثائق، قدمت على الحصول على الفيزا، دفعت الرسوم وجبت معي الوصل تبع الرسوم. هنا في وقت تحديد أو في موعد المقابلة لازم أنت تفرجي الضابط المسؤول أو الشخص المسؤول في القنصلية أنك أنت رايح تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، بيكون معك، لازم يكون معك إثبات مصدر التمويل لدراستك. إذا حصلت على منحة لازم تجيب إثبات لحصولك على منحة، إذا أنت بدك تدرس على نفقتك الخاصة بدك تجيب إثبات يعني بنكي أو يعني إثبات بنكي إنك أنت قادر إنك أنت تغطي دراستك في الولايات المتحدة الأمريكية. تقدر أنت تقدم طلب الفيزا قبل 120 يوم من بدء الدراسة، أوكي؟ ويمكن إنك أنت تدخل بهاي الفيزا على الولايات المتحدة الأمريكية قبل 30 يوم من بدء الدراسة، أوكي؟ آخر خطوة اللي هو الاستعداد للسفر. هنا إحنا بنضب الشناتي، أخذنا كل أوراقنا، انقبلنا في الجامعة، لازم نحضر جلسات مراكز الاستشارات التعليمية الخاصة بالتوجيه قبل المغادرة، حتى إنه إحنا لا سمح الله يعني لنفترض إنه مثلاً في يعني بيكون عنده الواحد شيء في مخه بيكون إشي تاني، بيكون يعني مثلاً بفكر في أشياء ممكن إنه يشوفها. لا، هون إحنا بنعطيك
احنا بنعطيك جلسه يعني توجيهية قبل المغادرة عن أنت وين رايح، عن كيف تتكيف نفسك مع التحديات الجديدة. ممكن يعطوك جلسات نقاشية بتمثل لك الاختلافات الثقافية تحفيزك، بدهم لما أنت تغير عن بيئة منزلك بيئة بلدك بدك تروح على بلد تاني، فهم بيعطوك يعني بشكل عام بعض الأنظمة، التوقعات الأكاديمية، السكن، كيف تتكيف مع البيئة الثقافية الجديدة. فحضور هذه الجلسات مهمة جدا، ومكتبنا في السفارة الأمريكية برضو عمل جلسات عدة لكثير طلاب من عنا اللي طالعين على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ساعدتهم جدا لما حتى يتكيفوا بالحياة الجديدة اللي هم رايحين عليها. هلأ أنا بدي أختم الجلسة تبعتنا. أنا عرضت لكم الخمس خطوات بشكل مختصر يعني في 30 دقيقة. لو أنا بدي أحكي عن كل واحدة فيهم، كل واحدة فيهم عاملين لها سيشن خاصة موجودة على مواقعنا على التواصل الاجتماعي. إذا بتحبوا تعرفوا بشكل مفصل فوتوا على مواقعنا ورح تعرفوا بشكل مفصل عن كل توبيك أنا حكيت عنه، عن كل خطوة إحنا حكينا عنها. آخر شيء بدي أحكي لكم، إذا في عندك، إذا أنت حالياً في مرحلة التقديم للجامعات الأمريكية وفي عندك أي concerns، أي يعني في عندك تساؤلات حابب تعرف نساعدك بشيء، إحنا عندنا جلسات استشارية فردية وجماعية مجانية. عندكم اللينك هذا وعندكم الكيو ار كود اللي موجود قدامكم، يو كان سكان ات، بتقدروا انكم تحجزوا موعد معنا وراح تقعد معي او مع اي زميله من زميلاتي تعطيك جلسه استشاريه فرديه بتساعدك في جزئيه اللي انت حاسس حالك او انت حاسس حالك مش عم تقدري مثلا، يعني مش عم بقدر احدد مثلا البحث، بدي حدا يساعدني مثلا في البحث عن الجامعه الفلانيه. احنا بنقدم هاي الجلسات الاستشاريه فرديه وجماعيه او جماعيه مجانيه مع فريقنا. اوكي، هنا راح اترك المايك مع زميلتي اسيل حتى تناقش معكم الاسئله والاسئله اللي موجوده عندكم. تفضلي اسيل اذا حابه تضيفي كمان. شكرا جزيلا هنادي، حياة إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذا السرد المفصل لكن مختصر أيضا في نفس الوقت بسبب الوقت، إن شاء الله تكونوا استفادتوا منه. وردتنا كثير من الأسئلة في صندوق المحادثة وأيضا أسئلة من خلال التسجيل، وأكد مرة أخرى مثل ما ذكرت زميلتي هنادي، نحن لا نرتبط بجامعة معينة ولا نرتبط بمؤسسة معينة. نحن نشجع للدراسة في أمريكا للأسباب اللي ذكرتها زميلتي هنادي وأضفت عليها، باعتبار هو تعليم نوعي مقبول يوفر لك فرص أكثر للتدريب وتطوير اللغة وتطوير علاقات وأسباب كثيرة جدا ذكرت مسبقا. السؤال الآخر اللي كثر الاستفسار عنه، هل سيكون هناك تسجيل الجلسة؟ نعم، الجلسة سجلناها ونشاركها بإذن الله على صفحة الفيسبوك اللي خاص فينا اللي هي Education USA Qatar، شاركة معاكم إن شاء الله قبل لنختم. هنادي if you can share the link of the Facebook page because I'm sharing my screen I can't do it. Or Paula if you can share the link to our Facebook page, Twitter and Instagram. Okay, I'll grab it. Sure. Okay. Thank you so much. فهناك لدينا مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك، تقدرون تتابعونا على الفيسبوك. على الفيسبوك هناك تسجيل لكثير من الجلسات حول مواضيع متنوعة. كثر الاستفسار حول الدعم المالي، مثل ما ذكرت نحن لسنا مرتبطين بجهة أو جامعة، نحن لا نقدم دعم مالي، نحن نقدم استشارات وتوجيه وإرشاد، يعني ندليكم على الطريق، نساعدكم تفهمون الخطوات، نساعدكم تفهمون كل واحدة من هذه الخطوات بالتفصيل، لكن لا نقدم دعم مالي. لكن دائما على صفحاتنا نشارك فرص المنح الدراسية اللي توفرها الجامعات الأمريكية، يعني دائما على صفحتنا تشوفون alert scholarship announcement، إعلان، انتبهوا أكو إعلان لمنح دراسية. لكن مثل ما تعرفون هذه تعلن في كل دول العالم، بمعنى هناك تنافس للحصول عليها.
هذا بالنسبة لأسئلة حول الدعم المالي. بالنسبة كيف تتواصلون معنا، إيميلنا شاركناه في الصندوق المحادثة دوحة educationusa.org. وأيضا مثل ما ذكر زميلتي هنادي، أنا تركت هذا السلايد حتى تسوون سكان للرمز اللي موجود على الشاشة. من تسوي الأسكان راح تدخلون على رابط تدرجون معلوماتكم، تملؤوه للمعلومات المطلوبة بالرابط، الإيميل اللي تستخدموه والوقت اللي تحددوه بالساعة، راح يوصلكم رابط على الزوم لإيميلكم. عليكم أن تستخدمون هذا الرابط في اليوم اللي اختارته. مثلا اختاريته الثلاثاء القادم الساعة 4، الثلاثاء القادم الساعة 4 المفروض يوصلكم إيميل برابط للزوم، سووا كليك تدخلون معنا على الزوم. كثير من الطلاب يسجل لكن ما يتابع، يعني ننتظره ما يحضر. فعليكم أن تنتبهون، الإيميل اللي تستخدموه في هذا الرابط هو نفسه راح يوصلكم عليه رابط الزوم في اليوم اللي اختاريته. طيب، أسئلة أخرى تتكلم عن كيف أقدم إلى الجامعات الأمريكية في تخصص الطب. أشجعكم جداً أن تتابعون صفحة الفيسبوك اللي خاصة بينا، اللي راح تشاركوها زميلاتي، عليها كثير من التسجيلات للجلسات، أكثر من صور 3 جلسات حول التخصصات الطبية، طب الأسنان والطب والصيدلة. لكن لمعلوماتكم بشكل عام، أمريكا ما تقدر تدخل مباشرة للطب، لازم تدخل تخصص قريب من الطب وبعد الجامعة، بعد ما تكمل 4 سنوات، سواء كان علوم حياة، شيء مرتبط بالطب، بايوميديكال انجينيرينج او وات ايفر، بعدين ان شاء الله تقدرون تدرسون الطب. عندنا جلسات كثيره جدا تتكلم عن هذا الموضوع. بالنسبه للتقديم الى، هناك ايضا اسئله كثيره وردت حول السكن الجامعي. ايضا لدينا جلسات استضافنا فيها طلاب عرب تكلموا عن السكن الجامعي وحياة الطالب بشكل عام. لدينا فيديوهات أيضا تتكلم عن الحياة الطالب في الجامعات الأمريكية. أحد الطلاب سأل هل ممكن أسافر إلى أمريكا، حاليا عمري 16. إحنا خدماتنا للطلاب في الجريد 10 و11 اللي هم 16 و17 مو حتى يسافر حاليا، وإنما حتى يتهيئ. ذكرى زميلتي هنادي، العملية أكثر من 5 خطوات، كل خطوة تأخذ وقت، فعليكم أن تتهيئون قبل مدة لأجل أن تكملون كل هذه الخطوات، لأن تأخذ وقت، هي مو صعبة. لكن اللي يطمح لأجل أن يحصل على تعليم نوعي ويستفيد منه طول حياته، من الناحية الشخصية، من الناحية المهنية، من الأفضل أن يكمل هذه الخطوات بشكل كامل. مثل ما قلنا، تحتاج وقت، يعني تحتاجون وقت تقدموا على اختبار اللغة، اختبار الأكاديمي اللي هو SAT ACT وغيرها. طيب، هناك أيضا أسئلة وردت حول متطلبات الجامعات. كل جامعة متطلبات ذكرتها زميلتي، وراح أرجع مرة اللغة بالسلايد، اللي هي هذه المتطلبات على الطالب أن تكون عنده الشهادة الثانوية مصدقة، الطلب التقديم للجامعة. هناك شيء اسمه Common App، وعندنا جلسة عنه، ممكن تقدموا عن طريق Common App لأكثر من 90 جامعة، أو عن طريق النموذج اللي تطلب الجامعة نفسها. يعني بعض الجامعات تفرض على الطالب أن يقدم لهذه الجامعة من خلال النموذج اللي هي تدرجه في موقعها. أيضا شهادات اختبار اللغة والاختبارات الأكاديمية ورسائل التوصية، يجب أن يكون لديكم رسالتين توصية، واحدة من مدرس، واحدة من مشرف أو مدير. مقالة الشخصية تذكر فيها كل المعلومات التي لم تذكر في باقي أجزاء أو مكونات طلب التقديم. يعني المعلومات اللي ما ذكرتها بالCV، المعلومات اللي ما ذكرتها في ورقة التقديم، تذكرها في المقالة الشخصية. لماذا يجب أن تختار اللجنة اللي تراجع ملفك أو ملفك؟ لماذا لازم تختار هذا الطالب، أو من الأول تختار هذا الطالب؟ ماذا سيضيف هذا الطالب؟ ولماذا أنت مهتم بهذا التخصص وهذه الجامعة؟ فعليكم أن تبحثون في الموقع الإلكتروني للجامعة وتهتمون بهذه المعلومات بالتفصيل حتى تكتبون المقالة بشكل واضح، ويجب أن يكون مقالكم مميز حتى تنقبلون. طيب، الـ How to apply، كيف تقدمون، تكلمنا عن هذه الأمور. تذهب إلى الموقع الإلكتروني للجامعة،
تدرس المتطلبات وتقدمون المعدلات المطلوبة. كل جامعة كل تخصص هناك معدل خاص به. ذكر زميلتي ليس فقط الدرجات، ينظرون لكم ككتلة كينونة واحدة، يعني ينظر إلى هذا الطالب ماذا سيضيف إلى الجامعة، ماذا سيضيف إلى الكلية، ليس فقط الدرجات. نعم كثير من الجامعات والتخصصات تطلب معدلات معينة، درجات معينة، لكن أيضا ينظرون لكم أنتم كأشخاص ماذا ستضيفون وماذا ستضيف هذه الجامعة لكم من الناحية المهنية والشخصية. طيب آسفين، أحد سأل على الكنديان كاريك، أي مهما كان الكاريكولم اللي أنتم تدرسوا في مدرستكم عليكم أن تقدمون شهادة الثانوية وتعادلون و you make it like GPA, how much is it in GPA, and then you apply for universities in the US. تقدمون على الجامعات الأمريكية. Steps to get a grant, الخطوات لتحصيل منحة. طلاب القطريين ممكن يقدمون على منح وزارة التعليم والتعليم العالي، ويجب أن ينتبه الطالب القطري بالخصوص، لازم يقدم على جامعات اللي موجودة على القائمة التي حصلت موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي. لماذا نذكر هذا الشيء؟ لأن الطالب القطري اللي يقدم على جامعة ليست من الجامعات المدرجة على القائمة التي حصلت على موافقة وزارة التعليم لن تقبل شهادته، لن تعادل شهادته. يعني لازم تكون درست قدمت على جامعة معترف بها من وزارة التعليم أو حصلت موافقة وزارة التعليم، لأن في أمريكا أكثر من 4000 جامعة، فلازم تتأكد الجامعة اللي تقدم عليها هي موجودة في القائمة التي حصلت موافقة من وزارة التعليم والتعليم العالي. أيضا أحب أنوه إلى شيء، كثير من الجامعات والمواقع الإلكترونية تجدوها أثناء ما تبحثون عن أمور أخرى، يعني تكتب إيميل ودخلت على موقع ويظهر لك إعلان عن جامعة. انتبهوا، بعض المواقع الإلكترونية هي مزيفة، وصلتنا كثير من الاتصالات طلاب تم التلاعب يعني غشهم، تعرضوا للغش، تعرضوا للاحتيال، ومؤسسات تدعي بأنه هي تابعة لجامعات، مواقع إلكترونية هي مزيفة، وأخذت من عندهم أموال ولم يحصلوا على أي شيء. فنطلب منكم دائما تنسقون معنا، تسألونا أنا قدمت على هذه الجامعة، ممكن تشوفوها تشيكوها إلي، هل هذه الجامعة معترف بها من وزارة التربية في أمريكا والتعليم العالي في أمريكا؟ طيب يعني هناك رابط ممكن تستخدموا، هذا الرابط يساعدكم بأن تعرفون الجامعات اللي فعلا معترف فيها في أمريكا، وهل هي جامعة فعلا موجودة ولا لا. يعني مثل ما ذكرت هناك إعلانات لجامعات ليس لها وجود أصلا، فانتبهوا لهذا الشيء. هاي واحدة من الخدمات اللي احنا ممكن نساعدكم بها. تكلمنا بشكل عام، خدماتنا مجانية، ونرحب بكم في أي وقت. أرجع مرة أخرى، يظهر لكم هذا الرمز اللي في الشاشة، ممكن تسجلون على جلسة، ممكن أحد بكم أو شخص من عندكم، طالب من عندكم مع مجموعة طلاب لديكم بعض الأسئلة تحبون تسألوها بشكل منفرد معنا أو كجماعة معنا، نرحب بكم في أي وقت. مثل ما ذكرت خدماتنا توجيهية واستشارية، لا نقدم بدلا عنكم ولا نكتب البرسونال ستيتمنت بدلا عنكم ولا نقدم دعم مالي، لكن ممكن تحصلون على دعم مالي من بعض الجامعات إذا كان عندكم تميز من الناحية الرياضية، من الناحية الفنية، يسموها there is need based and there is merit based. merit based اللي هي طالب متميز بدرجات ممتازة أو لديه مهارة ممتازة في مجال رياضة معينة، فن معين، أو need based يعني إمكانية الطالب المادية، إمكانية أهله ما تسمح، ممكن يحصل على شيء يطلق عليه مساعدات مالية، financial support or financial assistance. طيب هذه تقريبا أغلب الأسئلة اللي وصلتنا. إذا عندكم أسئلة أخرى أو إذا فاتني سؤال أرجو المعذرة، ممكن كرروا مرة أخرى في صندوق المحادثة، ونرحب بأسئلتكم مرة أخرى. هناك السؤال حول the best subjects to study، يعني شنو أختار؟ كثير من الطلاب يحسن أنه وضائع. سوري أحد لو Yes, هل هناك
Yes, yes. هل هناك سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ Sorry, yeah, yes. I think I muted myself by mistake. Sorry. Yes. طيب. نقطة مهمة وهي كثير من الطلاب يحس نفسه ضايع، يحس نفسه أنه أنا ما أعرف شنو أريد أدرس. طيب كثير من الجلسات عندنا على صفحتنا، بس ادخلوا على صفحة الفيس وتوجهوا إلى الجزء اللي يذكر فيديوز، صفحوها شوفوها في مجال في مجالكم في وقت فراغكم. هناك جلسات تتكلم how to choose your best fit، كيف تختار الجامعة اللي تناسبك. بعض الطلاب يقول أنا أريد أقدم على هارفارد، أريد أقدم على أكثر الجامعات المشهورة في أمريكا. لا، نصيحة من عندنا لكم، الجامعة الأنسب لكم هي الجامعة اللي تناسب إمكانياتكم الشخصية والأكاديمية. بمعنى قسم منكم ما يحب يدرس في مكان بارد، في مكان صغير، في مكان كبير، كل واحد عنده اهتماماته، والجامعات يتم تصنيفها بناء على الجامعة كلها وليس بناء على التخصصات. يعني أكو جامعات هي ليست ضمن التصنيفات العالمية من أفضل الجامعات في العالم، لكنها أفضل جامعات في تخصص الـ مثلا العلوم أو الهندسة، أو مثلا في تخصص الصحافة. تمام. I see. I'm just looking at somebody's asking a question about health insurance. Yes. I think I need you to clarify that question. Do you mean purchasing health insurance for yourself while you're on campus? Is that what you mean? Because typically the universities offer health insurance at a fairly reasonable price for international students. So you're covered in case you become ill. They always have an on-campus medical clinic. If this is what you mean by your question. طيب، أحد الحضور، أحد الطلاب سأل على قضية التأمين الصحي. التأمين الصحي يقدم إلى خدمات صحية ضمن الأجور الكاملة اللي هي طالب يقدم على الأجور الدراسية، من ضمنها لازم يخلي في باله أجور السكن، أجور التأمين الصحي، أجور الجامعة، أجور الكتب، وهذه الأمور كلها. وأغلب الجامعات تكون التأمين الصحي ضمن الأجور العامة. طيب، الجنسية السورية، ماكو هناك تحديد على جنسية معينة، كل أمريكا متاحة للجميع، مفتوحة للجميع. يبقى الطالب يقدم على الفيزا، هل ينقبل أم لا؟ هذا مو يمنع، تعتمد على الطالب وخلفيته وكيف يثبت بأنه هو ذاهب للدراسة وليس لسبب آخر أو لهجرة أو سبب معين. يعني لازم يثبت، لازم يقدم على الجامعة وينقبل ويثبت بأنه هو نيته للذهاب لأمريكا سفر، وأنا لا أعمل في القسم القنصلي ولست مسؤولة عن الفيزا الدخول، لكن يتم تقييمها من قبل المدراء في القسم القنصلي، تقييم الحالات حالة حالة، هذا ليس عملنا تعذرونا. يقدم الطالب، يكمل كل أوراقه، يقدم على الفيزا، ونتمنى التوفيق للجميع. Can someone get accepted into university but their visa gets rejected? بصراحة ما أعرف لأن ما أعمل في القسم القنصلي. طيب، بالنسبة للاختبارات اللغة الآيلتس، اختبار اللغة سواء كان توفل أو آيلتس، بعض الجامعات حالياً تقبل الدولينجو، مو كل الجامعات، لازم أيضاً تراجعون الجامعة وموقعها الإلكتروني. اختبار اللغة إذا هو بالدرجة اللي مطلوبة، يعني بعض الجامعات تطلب اختبار اللغة يكون بدرجة عالية، بعضها تطلبه بدرجة معينة حسب احتياجه، لأنه كل واحد بيكم راح يحتاج اللغة بشكل مختلف. طيب، الآيلتس مقبول، التوفل مقبول، وقلنا الدولينجو أيضا مقبول في بعض الأحيان، لكن الطالب أيضا بعض الأحيان يكون يحضر انترفيو، مقابلة. إذا بالمقابلة اكتشفوا أنه لغته ضعيفة، أو طبعا هو اللي لغته ضعيفة راح يواجه صعوبة، يعني المرحلة الأولى حتكون صعبة عليه، محتمل راح يحتاج يدخل كورسات إضافية. لكن إذا هو بالآيلتس درجته كما بالمعدل اللي هم يردوه، بالدرجة اللي هي مطلوبة في ذلك التخصص في تلك الجامعة، ولغة ممتازة بالمقابلة، يعبر إن شاء الله. سنة اللغة ما مطلوبة إلا إذا كان الطالب لغته ضعيفة. بالمناسبة، الطلاب اللي يحصلون منح دراسية، المنح الدراسية لا تغطي السنة التأسيسية ولا تغطي الجلسات أو محاضرات اللغة المكثفة.
الاختبارات المعيارية، اختبارات المعيارية الـ SAT ACT هناك مراكز نعم معتمدة، لذلك ذكرنا أن عملية التقديم تأخذ وقت. عملية التقديم ليش تأخذ وقت؟ لأن مو دائما هذه الاختبارات متاحة، هناك أوقات في السنة تكون فيها الاختبارات متاحة مو على طول السنة. خلال السنتين اللي فاتت كثير من الجامعات ألغت اختبارات الـ SAT و ACT، ما طلبتها، بس مو كل الجامعات. السنة التأسيسية في الطب أرجع أقول أمريكا طالب ما يقدم على الطب من المرحلة البكالوريوس، الطب بعد البكالوريوس في أمريكا، وعدنا جلسات تتكلم عن الطب. الآيلتس إيش قد درجته؟ الآيلتس درجته حسب التخصص تقدمون عليه، بعض التخصصات تطلب درجة عالية، بعض التخصصات تطلب درجة شوية أقل حسب. ودي أدرس في أمريكا، ما هي النسبة المطلوبة لدرجة الثانوية القبول حسب التخصص اللي تدرسه؟ إذا تدرسون طبية وهندسة وتخصصات علمية يطلبون معدلات عالية أو معدلات برينج معين. دراسة الطب، so how many years is the medical school؟ Paula. I'm sorry. If you first you have to complete your undergraduate studies, which is 4 years, and then you have to apply and get accepted into medical school, which is another 4 years, and then of course, most likely you'll want to specialize, and I don't know how many years that would add on depending on the speciality. So it's starting with your undergraduate program, then getting actually accepted into medical school following your undergraduate studies, which is it's difficult for international students. So we don't want to we have to be transparent about that. Getting into medical school is difficult. So it's a minimum 8 years commitment. Yeah. With an additional probably 2 years for a specialty. طيب تقريبا إن شاء الله نكون يا ربي أجبنا على معظم الأسئلة. متى نبدأ التقديم الجامعي مراسلتها؟ يفضل أن تبدأون بالبحث، تبدأون تطلعون على هذه الخطوات بالجريد بالصف العاشر، في الصف الدعش تبدأون فعلا بالخطوات، في الصف الحادي عشر تبدأون بالخطوات. لماذا؟ تحتاجون وقت لتأدية كل هذه الاختبارات، تحتاجون وقت وتفهمون كيف تكتب personal statement وهذه الأمور. بس بسم الله، رجع في شيء عبروس يا جماعة، رجع في شيء عبروس. بسم الله، لأن أنا جبت جاي فوا تفريطه. إيه I can't hear the voices. اوكي اخوان، ما نقدر نفتح المايك، ما اسمحونا، لان حتكون شويه مربكه. يا ريت اذا عندكم سؤال تكتبوه في صندوق المحادثه. قلنا مره اخرى تحتاجون معلومات اكثر لان احنا تعدينا الوقت المحدد، لكن اذا لديكم اي استفسارات اخرى واستفسارات محدده لم نجاوب عليها، لم تحصلوا فيها على اجابه، لديكم استفسارات اخرى قد تخطر على بالكم بعد الجلسه، بكل سهوله تتواصلون معنا على صفحة الفيسبوك، موجود أيضا الرابط لأجل الجلسات الفردية والجماعية. وإن شاء الله يا رب تكون هذه الجلسة مفيدة لكم. طيب، الشخص ده يسأل الأولاد جنسية أمريكية في الصف العاشر يمكن الذهاب إلى أمريكا وإكمال الدراسة. ستي العزيزة، نحن لا نتناول الدراسة الثانوية، نحن نقدم استشارات في الدراسة العليا بمعنى بكالوريوس ماجستير دكتوراه. When should I apply for a college after graduating from high school? No. تقديم على الجامعة ليس بعد التخرج، تقديم على الجامعة يبدأ في الصف الحادي عشر. تبدأون تبحثون وتقلصون الاختيارات لأنها خطوات طويلة تأخذ وقت. أنا ما عندي إقامة، عندي زيارة، هل يؤثر هذا الشيء على تقديم الجامعة؟ عفوا، ممكن لا تنتظرون حد آخر سنة تقدمون، لأن راح تفقدون كل الفرص. ليش؟ لأن ما عندكم وقت
ما لم يتسنى لكم الوقت لأجل أن تقدموا اختبارات، كيف راح تقدمون اختبار الـ ACT SAT؟ كيف راح تقدمون رسائل التوصية؟ كيف راح تقدمون الاختبار اللغة؟ كلها هذه تأخذ وقت. نعم ممكن تقدمون من الصف الحادي عشر، تقدمون تبدأون بخطوات التقديم. على الشاشة أكو QR كود، الرمز اللي على الشاشة فيصل، تقدر تسوي له سكاني، ومن خلال هذا QR كود راح يحولك إلى رابط، والرابط تملأ فيه المعلومات. بعد ما تملأ المعلومات، الإيميل نفسه اللي استخدمته في هذه المعلومات، يوصل لك رابط لجلسة الزوم بالموعد اللي اختارته أنت أصلاً بملء الاستمارة. ابدأوا بالتفكير وبالبحث، البحث، ابدأوا البحث في المرحلة الحادي عشر، وابدأوا بإكمال الاختبارات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، مو في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية. أوكي، مو تقدمين، عفوا نورة، مو تقدمين، تبدأين بالخطوات. So Paula, they need to start the steps. It's not like they apply from grade 11. Yeah. Yeah. Tell me the question. So how shall I start from grade 11 and I haven't finished my grade 12? Okay. How shall I apply? The important thing in grade 11 is to start doing your research, is start looking around to see, first identifying what it is you want to study, then start doing that research in grade 11. At the beginning of grade 12 is when you want to have narrowed down your search, have selected at least 5 universities, US universities and colleges that you would like to apply to, and being aware of their application requirements and deadlines. So you're doing your research in grade 11. Grade 12 is when you're actually going to be submitting application materials. And if you want help, if you're in grade 11 now and you're thinking ahead to grade, this is the perfect time to be doing that research. And this is what we'd love to help you with. Make an appointment with us. Let us speak with you one-on-one just to help guide you, because there's over 4,000 colleges and universities to choose from. How do you narrow that search down? We want to help you with finding that best fit university, and also, you know, taking into consideration the financial piece, which is, you know, a big consideration for a lot of people, the cost of U.S. colleges and universities. Thank you so much, Paula. Yeah. Noura, inshallah, تكون الأمور واضحة. يعني إحنا ما نقصد تقدمين أوراق التقديم للجامعة في المرحلة الحادي عشر، إحنا نقصد تبدأين مرحلة البحث. ذكر الزميلة هناك عدة خطوات، يعني من تبحثين عن الجامعة اللي تناسبك. إذا بعض الطلاب مرحلة الحادي عشر ما يعرف شنو يريد يدرس صراحة، فحددوا شنو ترغبون بالدراسة، افهموا نفسكم واحتياجاتكم، ما الذي ترغبون بدراسته وما الذي ترغبون في العمل فيه، التخصص اللي تحبون تشتغلون به بالمستقبل. Asil, I don't mean to interrupt, but one of the important things that they can do also in grade 11, if they're not really confident about their English language, is also to be working on that so they can raise their TOEFL or IELTS score. That's a really important thing for them to work on if they're concerned about that. Sorry to interrupt you. No. Thank you so much. يعني طلابنا الأعزاء، إحنا بنتكلمنا عن المرحلة الحادية عشر، احتمال الطالب يحتاج يقوي لغة أكثر، يحتاج أنه يطور مهاراته كتابة المقالة الشخصية، يحتاج أنه وقت يعطي لي أساتذته حتى يكتبوا له رسائل التوصية. هذه الخطوات كل خطوة منهم تأخذ وقت، يحتاج أن وقت إلى أن يفهم المتطلبات اختبار التوفل أو الآيلتس، وعندنا أيضا جلسات على اختبار التوفل والجي آر إي. هذه كلها تأخذ وقت. هناك مواعيد نهائية للتقديم، لكن الطالب إذا ما متهيئ، يعني إذا يبدي من المرحلة الثانية عشر تكون كلش صعب عليه، لأنه هو ما فاهم شنو يريد يقدم، ويقدم على الجامعات قد يظهر له بالبحث 150 جامعة، بين ما يبحث في هذه الجامعات ويقلصها إلى 5 جامعات، لأن الطالب عليه أن يقدم في المحصلة النهائية أكثر شيء 5 جامعات مو أكثر. هسه مثلا إذا سوينا بحث أنه تريد تقدم على تخصص معين، تختار المكان في الولاية اللي تبدأ، أو عفوا جزء من أمريكا اللي تريده، راح يطلع لكم 100-150-200 نتيجة جامعة. عليكم أن تدرسون هذه الجامعات بشكل سريع، بعدين تتأكدون أيهما تناسبكم أكثر، تختارون أفضل 5 بالنسبة لكم، مو أفضل 5 بالتصنيفات العالمية.
بعد ذلك تدرسون الموقع الإلكتروني كل واحدة منهم بشكل مكثف متطلباتهم وتعملون على هذه المتطلبات. تفضلي نضال. تفضلي. السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ. أختي العزيزة عندي ولدين أنا في الصف نعم. العاشر نعم. في مدرسة قطر تك. أوكي. الله يخليهم. في واحد منهم بروسس والثاني يعني كل واحد بدرس في ميجر معين. تمام. على حد علمي إنه هل إنه ممكن الطالب يروح على الجامعة من الصف اللي يخلص العاشر أو الـ11 ويكمل الـ12 في الجامعة نفسها وتنحسب له ساعات الجامعة وينحسب له إنه خلص الصف الثاني عشر. So Paula, so is this okay, possible? Ask the question. Students in their grade 12, they haven't finished, but they can finish their study in the US and then they move to the college. And like no, like they study. So go ahead. It's not like that. No, it's not like that. Sorry. It's like I'm sorry. It's when they finish the grade 11, they can just go to the university and finish grade 12 with their major. And especially they are in a school which a technology, something like this, you know? You know, technical. The student, international students, there are some options. No, they're American. You have to have your high school degree. They're American, they're not international. They're not international, she said a US citizen? They are US citizen. Okay, so there are some options, I think, for US citizens. I mean, I'm thinking about my nephews who are in high school, but they're taking college courses. Exactly, that's what I have some reference to something like this. This is a possibility. It's a special situation. It depends on where you live and the colleges and universities, the community colleges, what kind of agreements they have. So that's really a unique situation. And so it depends on where you live, and then you'd have to communicate with the local high school and the community college to see what kind of agreements they have. So to make sure the credits transfer. Excellent. So there are possibilities there for sure. Okay, as I think you have a lot more knowledge than me. So how can I contact, or where can I contact, what can I do? Because this is a little bit of a special topic and I don't want to take the time because I see the clock is ticking. What I really would like to suggest is that you make an appointment and we can speak about it independently. I appreciate that. Sure. How can I get an appointment? Yeah, we shared the link in the chat box. Just schedule that calendar. There's a Calendly link and just book an appointment. And then we can chat about it more offline or email us at the Doha Education USA email. And we're happy to speak with you. Yeah, I don't want to take the time because I see we're almost out of time. And people are ready. Thank you so much. Thank you so much for your question. It's a great question. Bye-bye. Thank you so much. So there is, maybe this is the last question. طلاب اللي ذكرت بأن قدموا على 5 جامعات في أمريكا ما أقصد أنه فقط هذا المجال اللي متاح أمامكم. بدرون تقدمون على ما ترغبون من عدد الجامعات في قطر وفي خارج قطر. الجامعة اللي حابين تقدمون عليها قدموا عليها، لكن خلوا في بالكم احتمال، يعني انت ما متأكد او انت ما متأكدة انه هاي الجامعة تقدموا عليها ستقبلون فيها. لذلك احنا دائما نذكر للطالب هذه 5 جامعات 2 منهم كلش مستواها عالي، تحس انه شوية صعب، انه يعني مجال هناك صعوبة بالقبول. واحدة منهم أو 2 من عندهم أنه نوعاً ما متأكد أنه حتنقبل بناء على المتطلبات وما لديكم من مواصفات، ووحدة منهم ما بين وبين. فعليكم أن تتأكدوا من هذه الأمور. تقدرون تقدمون على جامعات هنا وجامعات في أمريكا، لأنه لا سمح الله إذا ما انقبلتوا حتى ما تبقون أنتوا بدون يعني تبقون سنة كاملة بدون دراسة في أي جامعة. لكن هذا يتطلب منكم بمعنى أنه على الطالب أن ينتبه ما هي المتطلبات، وهل فعلا المتطلبات تتناسب معه، هل هو ممكن الصفات الموجودة به كدرجات كاختبارات كنتائج اختبارات هل هي تتناسب مع ما تطلب الجامعة أم لا.
لأن بعض الجامعات كما ذكرنا التنافس فيها كبير جدا مثل الجامعات اللي تصنيفاتها العالمية ضخمة. لذلك نقول لا تغترون بالأسماء، وإنما عليكم أن تدرسون التخصص اللي موجود بالجامعة وحتى الكورسات اللي تقدم في تلك الجامعة، هذه تناسبكم. إن شاء الله يا رب نكون وفينا وكفينا بإذن الله. وإذا عندكم أي أسئلة أخرى نرحب بمشاركتكم في جلسات مستقبلية، ومرحب بإيميلاتكم واستفساراتكم على إيميلنا، ونرحب باللقاء بكم إن شاء الله في جلسات فردية وجماعية من خلال الرمز اللي شاركناه معكم. وإن شاء الله ليلة سعيدة عليكم جميعا، وإن شاء الله نشوفكم في جلسات أخرى. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك، دائما نعلن عن الجلسات المستقبلية، وكثير من الجلسات تفيدكم مواضيع متنوعة. وأيضا اطلعوا على الجلسات السابقة والتسجيلات اللي موجودة على صفحتنا. في أمان الله، ونشوفكم على خير بإذن الله.